العظيم. ايوه حضرتك، احنا من طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. اوي اوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل. اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط في المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم ان اللعبه الديمقراطيه تشترط ان تتم في اطار من المنافسه الشريفه النظيفه. خيت وعديله ما يتدخلوش في الانتخابات. هقول لهم لعبه هم مش قدها. هقول لهم والله العظيم هقول لهم، انا خلاص بقيت تبع الحكومه. مش انت الحكومه؟ انا تبع المعارضه، انا تبع الاخوان، انا تبع الشيوعيين. بس انتوا قولوا لي انتوا تبع مين؟ تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه احسن ناس، احسن ناس تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه يا بلد، واحد غيره ما ينفع ناس. نزيه، مين اللي عمل فيك كده؟ تابعه. مين تابعه؟ تابع اللي تابعه. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقته خميس؟ انا خلاص تبت عن السياسه، تبت عن الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك، مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم، مش عايز افتكرهم. انا نسيتهم. انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس، اسكندريه كلها بتكرهني. انا مكروه. هدي اعصابك واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها. تبع اللي تابعه بيقول لكم لو ما بعدتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت، اللهم فشت. نزيه، موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله. لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل، ولكننا سنقاتل مهما كانت الظروف، ولن نستسلم ابدا. سوف نقاتل ونقاتل ونقاتل، لن ننسحب من المعركة مهما كانت الظروف. قد يضربوننا، قد يقتلوننا، ولكنهم لن يهزموننا. وصلي على جمال النبي. وفي واحد مرشع اخويا بيوزع لحمة. لحمة؟ يا شباب المينا، يا زهرة أهل اسكندرية،
انهضوا وضعوا يدكم في يدي وانا اعدكم اننا سوف احل كل مشاكلكم. وارتقي بمستواكم الفكري والاجتماعي. وارتقي بمستواكم الفكري والثقافي والاجتماعي. وان شاء الله سوف انقذكم من الصياعه اللي انتم فيها والتنطع على هاوي والتسقع في الشوارع. كنت فين بقى حضرتك لما حصلت هزيمه 67؟ هزيمه مين؟ هزيمه 67. انا كنت في البلد بصراحه، وبعدين انا مالي ومال هزيمه 67؟ وانا اللي عاملها. ابويا اللي عاملها. مين؟ ابويا. ابراهيم. يا جماعه احنا عايزين نبقى بهوات مع بعضينا وكلنا اخوه، احنا كلنا اخوه. جبتونا ورا بتوع السياسه يا اللي بتتمحلسوا للحكومه. انا يا كابتن مش بتاع الحكومه ولا حاجه. ويعني المعارضه اخويا عملت لنا ايه؟ دي معارضه كده وكده وبتقبض كمان. ده منظر واحد بيقبض برضه. بصراحه بقى انا لا بتاع حكومه ولا بتاع معارضه، انا بتاع الشقه. يا اخواني اسمعوني يا اخواني، سأعمل على تحقيق جميع مطالب، وسأعمل ايضا على تحقيق في اسباب نكسه 67، وسأعمل جاهدة على الغاء الحكومة والمعارضة ايضا. كل ما اريده هو اصواتكم، اصواتكم معي يا اخواني. اصواتنا بس؟ ده احنا ندوك يا عينينا عينينا والله. انا كل ليك. احنا هنصوت معاك يا ست الكل، بس انت صوتينا شوية. طب حاسب اسر الفطاسه. اسمعوني انا عندي كلام كتير مهم عايز اقوله لكم. احنا هننتخبك من غير كلام. انا انتخبك من وسط الف. بصراحة بقى بالصلاة على النبي انت مية مية. انا متشكرة قوي ليكم، انا بحب الشباب اللي زيكم، وان شاء الله هعمل على تحقيق كل تطلعاتكم. انت بتتطلع فين؟ ما تسيب النبي تلتحم بالجماهير يا اخي. ده مش التحام، ده اوتوبيس بقى بصراحة. جرائية بخيت، بلاش فضايح. انت جاي تتخنق مع الناخبين بتوعي؟ بصراحة بقى اللي هيلتحم اكتر من كده انا هدشدشه. هدشدش مين يا جدع انت؟ خليك في حالك لعورك. اتضح ان الالتحام بالجماهير ده حكايه صعبه جدا. بخيت. ايه؟ شفت مين وصل فين؟ ايوه يا عم ماشي معاك حلاوه. ما تبطلوا قر بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عديل. ليه فين؟ شغالين فين؟ 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 دلوقتي؟ اه هات لي مالك. ايه؟ ايه رايح فين؟ هقول لك بعدين. ايه الحته دي يا تامر؟ مولود انت هنا الحته عشوائيه. ها والله فكره نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اصوات. في واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي، روح هات. انا هعمل جوله. ها بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عن الدايره هنا. بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عمال عن الدايره بتاعتكم. امشي انا! امشي غور! امشي يا زي! بخيت حنيده المهيطه رمز الجرده. بخيت حنيده المهيطل رمز الجردل. احنا مالنا؟ مالناش دعوه بحد. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى تجيك مصيبه، جاتك نيله. لا انت فهماني غلط. اصل انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ ما اعرفهاش يما. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا. يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي فكرني مش هعرفك، هتلففني وراك المنطقه. ليه؟ انا اجيبك من وسط بيت حمار. ليه؟ يا جبان يا نت فكرني مش هجيبك. يا ابن امشي ايه تعالى. وبعدين هزعل منك كده.
السلام عليكم. انا بخيت المهيطل، مرشح نفسي هنا في الدايره. انا من مواليد بحري، انا ابويا عامل زيكم وجاي ادرس مشاكلكم على الطبيعه. هو واضح ان عندكم مشكله نظافه وفي مشكله ميه كمان وفي مشكله صرف صحي، واضح كمان ان عندكم ازمه مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب؟ ها مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسه؟ والظاهر كمان ان عندكم مشاكل في الكلام. انا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. إحنا مفيش ولا مرشح زرنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى أنا جيت لكم في الوقت المناسب، وأنا وعدتكم لو نجحت، لو هحاول أوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا أستاذ، محدش من دول هينتخبك. ليه مفيش حد هينتخبني؟ أنا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني أنت ما أنتش فاهم، محدش من دول له صوت. إيه؟ كلهم خرص؟ محدش من دول عنده بطاقة انتخابية ولا عمره صوت ولا راح انتخابات، عشان كده محدش بيزورنا. يا ابني انا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت. اتكل على الله ما تضيعش وقتك. لا مفيش بضاعة حودة، قول لأمك اللي احنا فلسنا حودة. سلم لي على أمك كتير. الله يسلمك. مع السلامة حودة. السلام عليكم. مع السلامة حودة، سلم لي على أمك. الله يسلمك. احنا أحسن حاجة ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التأمين بدل ما يديوها علينا هما كمان. 200 جنيه على رأيك أنا وهي تسند الجردل. يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا اسمك واسم استاذه، هو ده المد الثوري الحقيقي. شوف معك 5 دقيقة. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. السلام يا اخويا رحمه الله، اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والمانيفاتوره. ابدع ناس. دي هديه بسيطه، عربون محبه وصداقه زوميليوفت والدعايه. على فكره الجماعه مستنيينكم بكره عشان تشربوا القهوه ونتكلموا مع بعض. وماله؟ نتكلم اخو، مفيش مانع. اتفضلوا اتفضلوا. على فكره
الجماعة مطلوبين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشية. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسونا فقولوا تهمه حبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاة على النبي وقررنا نأيدوكم. والأقربون أولى بالمعروف، مش كده ولا إيه؟ حاكم إحنا لمؤاخذة ما بنحبوش الحكومة كده لله في لله، ولا الجماعة المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحة النواب الجدد. في صحة الشعب والحرية والديمقراطية. بس إحنا بصراحة عندنا شوية مشاكل. إذا كان قصدكم على قضية الأداب ما تشيلش أي هم. إحنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاك. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس، فلوس كتير كتير يعني. أيوة يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه، يعني توصل لها 12 25 30، يعني حوالي 40,000. حبيبي ضمت ورم، ما تنعوش هم المصاريف، انا متكفل بكل حاجه. 500 600 ألف مليون جنيه، احنا جاهزين. الناس دي بان عليها ابني. احنا اللي يهمنا المبادئ، واحنا عارفين طبعا ان انتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذه. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده، يبقى 100 100. صوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين بس. كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته. الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. مساء الخير. انا ماليش تقول على البتاع ده. ايه؟ ده احنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة قوي. اشربوا. انا عاوزكم تنبسطوا. نص الفرش ده هدية مني لك، زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. نوع نضيف قوي، اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني، عقبال عيالك خد الابتدائية السنة دي. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. خدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصه وخلاص، هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس
علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. اه طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبه بيره وناخدهم معانا الكابينه الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصواني مالا ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركوا اني تايم. ها يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضل. بعد اذنك يعني لا مؤاخذه، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل في شويه تعب كده احنا الاثنين عايزين نطرش. النبي اللهم لا حسد، الله يرحمك يا اما، يوم ما موتي عملنا الصوام في الحمام. هو الكندلية سلكة، هو النايب هي الماركة، 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 هو الكندلية سلكة، هو النايب هي الماركة. بخيت يطلعوا كم واحد دول يا بخيت؟ دول 6 مليون نسمة، 1342 شخص غير اللي اتلموا على الزيطه. النفر خد 50 جنيه. مش كتير 50 جنيه النفر؟ دول كومبارس متكلم يا حاج، في السيما بياخد اكتر من كده. على كده بقى ده فيلم كبير قوي. والان كلمه مرشحينا ابناء الاسكندريه الابرار، الاستاذه عديلة صندوق والأستاذ بخيت المهيطل. والملاحة والملاحة وحبيبتي ملوة الراحة. حصل عليها الاخوة المواطنون، اولا
عليكم كلكم وعلى الناس الحلوه اللي زي الفل. احنا جايين هنا بصراحه جايين هنا عشان نقول ان احنا ما بنخافش من حد، لان احنا اساسا جدعان وكبار قوي وحلوين قوي وزي الفل قوي، مش كده يا عادله؟ انا عايز اطرش. كلنا لازم نطرش مع بعضينا لان ده توافق اجتماعي في حد ذاته يعني. اه يا خير، اه يا خير، نايم نايم قلبه حديد. اه يا خير، اه يا خير، نايم نايم قلبه حديد. ممكن لو سمحت نعرف ايه هو برنامجكم؟ ايه؟ نعرف ايه هو برنامجكم بالظبط؟ البرنامج بتاعنا حلو،